هذه الجولة لعبة لهاني عبد الله. يا سلام يا سلام، ما في كلام على الهلال، على الهلال لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت الهلال. محمد عويسات يهدي هذا الهدف لشريكة الحياة وقبلة حياة للهلال عبر محمد عويسات صاحب الرقم 9، يترجم كل هذه الأفضلية إلى هدف في الشباك الكرمية. هدف 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 أول لكتيبة المدرب الظاهر بالصورة عمار سلمان، عمار يا هلال مع عمار، هكذا هو العنوان، عمار يا هلال مع عمار. 1-0 الآن، عالية من محمد عبيد. شوف الكرة اللي لعبت عويسات، خطأ مصعب، متابعة عويسات بإسراء في مرمى محمد رباح. البداية كانت من هاني عبد الله، هو اللي طبق الهدف، والهفوة الدفاعية والمتابعة المثالية من محمد عويسات اللي يمنح فريق الهلال الآن التقدم على مستوى هذه المباراة بروعة وبتصرف سليم أمام الخشبات الثلاث. يا هاني عبد الله للهلال، جول 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 جول. هلال سلمان يطير نحو النقاط الكاملة بعد أن خسروا عدة رهانات عبر القصير والمهاري والحريف. محمد عبيد يأتي الهدف الثاني في هذه المباراة. محمد عبيد يلقى التحايا من الجماهير الهلالية ويصافح الزملاء الموجودين في دكة الاحتياط، والابتسامات تتناثر على جنبات الملعب وتحديدا على جنبات دكة بدلاء النادي العاصمي الذي يظهر بقوة والذي يكسر عن أنيابه الهجومية أمام السمران. نتابع هدف وقصة هدف رائع للغاية هاني عبد الله، والأسيست ومن ثم الإنهاء، والكرة اللي وضعت بإتقان بسهولة وبيسر كبير. بداية من البلدوزر درويش ومن ثم هاني عبد الله فرغ الطريق اللي جعلها سليمة نحو محمد عبيد ليعلن معها الهلال. ملعوبة لموسى ترابين، موسى ترابين راح، موسى ترابين راوغ 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 ومرر وجول 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 وجول. الهلال يسر الناظرين، الهلال ينثر البسمات على جنبات ملعب استاد الشهيد فيصل الحسيني بهدف ثالث عبر محمود عويسات. إذن عويسات ينثر البسمات والهلال يسير بثبات نحو استعادة الذات. 3-0 الآن ولا زال في العمر بقية من هذه المباراة. 3-0 وما زال في العمر بقية، 3-0 وما زال في الحكاية، مواصلة واستمرارية بالنسبة لفريق الهلال. أهداف ملعوبة ثلاثية، بداية من محمد خليل بكرة طويلة للمهاري موسى ترابين، ترابين راوغ ومن ثم مرر لمحمود عويسات اللي وضعها أرضية زاحفة في المرمى. 3-0 صارت النتيجة للكتيبة الهلالية. محمد عويسات، محمود عويسات، محمد عبيد.